كل البنات من هي وصغيرة تحلم بقلم حمرة فستان أبيض. كلنا منفكر الحياة عبارة عن مرجوحة بتطيرنا للسما البعيدة الحلوة اللي كلها ضحك وفرح وبهجة. أنا واحدة من البنات كان أقصى أحلامي إني ضل مبسوطة دائما. حب الحياة، ما كنت بدي من الحياة غير أنه تضحك بوشي كل يوم الصبح. بس فجأة وأول ما طبقت 14 سنة مرجوحة السعادة انكسرت، وأحلامي اللي كانت طايرة بالهواء اختفت. اتزوجت وأنا لسه ما بعرف شو يعني زواج، شو يعني مسؤولية، شو يعني عائلة من الأساس. حياتي كانت عبارة عن جحيم بدون أي رحمة، ضرب وإهانة وزل وتعتير. حتى وأنا حامل ما كنت أسلم من أصابع إيده وهي عم تعلم على كل منطقة بجسمي، لحتى أجى اليوم ومن كتر الضرب اللي أكلته صار معي نزيف. ساعتها ما قدرت أتحمل أكثر من هيك، أو بالأحرى خفت أفقد بنتي بسببه. قررت أتطلق منه وأرجع على بيت أهلي، وبالفعل انفصلت عنه أول ما ولدت، وكنت وقتها بعمر 15 سنة. وجود بنتي بحياتي أواني وشجعني على الحياة أكثر. قررت ربيها لحالي وأصرف عليها من تعبي. اشتغلت وما كنت حسس أي حدا أني بعازة أو بأي نوع من أنواع المساعدة. كنت بدي أثبت لحالي أولا وللدنيا ثانيا أنه أنا حدا قد حالي وفيني أعيش بدون أي رجال بحياتي. بس للأسف كنت غلطانة. ربنا خلق آدم وحواء ليكملوا بعض مو لينافسوا بعض. قد ما كنت قوية كنت بعازة حدا يطبطب على قلبي ويكسر لي وحدتي. كان بدي رجال استند عليه يهون علي مصايب الدنيا اللي تقيلة يلي أنا ما فيني أتحملها لحالي. لأكسر هالوحدة صرت نزل فيديوهات على اليوتيوب، صارت قناتي تكبر كل يوم أكثر. كنت حب وجود الناس حوالي حتى ولو كانوا مجرد أشخاص وهميين ما بعرف عنهم أي شيء. المهم كنت أكسر وحدتي معهم. بس من بين هالمشتركين اللي عندي كان واحد حس مكانته بقلبي غير. مجرد أنه نزل فيديو كان قلبي ينط فرح وسعادة. كنت دائما أسمع عنه أنه رجال وقد كلمته، ويمكن هذا أكتر شي شدني لإله. كنت بعرف أنه بيحب بنت بس في مشاكل بيناتهم، بس يوم عن يوم كان بيزيد إعجابي فيه. كنت أتمنى تصير أي مصادفة لحتى نحكي. وبيوم من الأيام تحققت أمنياتي، فتت حاكيته لأنه كان بدي يساعدني بشي. كان لطيف لأبعد حد وحكيه كان بيفرفح القلب. ساعدني وصرنا نحكي كل يوم، وبالأخص بعد ما ترك هو وحبيبته. بالأول كنت كتير خايفة أقوله أني مطلقة ليأخذ فكرة سيئة عني. بس بعد ما تقربت منه أكتر وعرفت قديش حدا فهمان قررت أحكي له، وبالفعل اتقبل الموضوع وكأنه شي عادي وممكن يصير مع أي حدا. هالشي خلاني أعجب بشخصيته أكتر لأنه حسيته منفرد وما بيشبه غيره من الشباب. وبمرور الأيام اعترفنا بحبنا لبعض، وبالفعل ارتبطنا بعلاقة حب كانت عم تفتح لي بواب السعادة من جديد. حسيت اني ملكت الدنيا ويلي فيها بس لمجرد انه هو كان معي. بس كالعادة ولأنها بعمرها ما بتكمل معي تغير كل شي. بطل يرد علي وصار يتهرب مني. تمرق أيام وما يبعث لي غير كلمة أو كلمتين. صرت أتوسل فيه خبرني إذا صاير معه شي، بس كان يتجاهلني وكأني حدا غريب ما بهمه. مرت علي أيام صرت شوف الموت بعيوني، روحي حسها عم تنحرق جواتي وأنا بس عم بستناه يحاكيني. لحتى بيوم وقد ما ترجيته يشرح لي اللي عم بيصير معه قال لي بكل برودة أعصاب أنه لساته بيحب حبيبته الأولى. كان عم بيحاول ينساها معي مو أكتر، وهلأ هو معها.
حابب يكمل حياته معها. بالأول ما صدقت، فكرته وهم أو حلم، فكرته عم يمزح، بس كان للأسف حقيقة. حقيقة عملت خدش بقلبي لهاليوم. من كتر ما نسفت روحي بهديك اللحظة ما عاد حسيت بطعم السعادة، ومن وقتها ولهاليوم عم عاني من جروح أوجاع ما عم تشفى. نصيحة: لا تأمنوا لحدا بمجرد أنه كان لطيف معكم، ولا تعطوا أهمية لحدا غير لحالكم. الحياة قاسية، لا تخلوها تجرح قلوبكم بسهولة.